الحلول باش نقضيو على الظاهره هي الحاجه الاولى التزام المسجد، نخيروا الصحبه ديالنا، خاطر الا حبيت انت تتوب من هذا الكلام وتقعد مع اصحاب يقولوا هذا الكلام ما تقدرش تتوب، لازم تجبد روحك. يقول لك الوحده خير من جالس السوء. ترجع الى الدين، هذه هي كي تكون مدين وعلى بالك واش راك تخمم، على بالك بلي ماشي مليح حتى تشتم، ما تولي ما ديرهاش تو سامبلومون. نصحهم شغل ما تسبش واسمو، وما من الوالدين يديروا خدمتهم، باسكو دوكا كي تشوف ولادك برا يسب واسمو لي بارو ما مشي يخدموا خدمتهم، وما من الجانب الديني ثاني شنو كان بنادم اللي يدخل الجامع يصلي واسمو ما تلقاش يسب، وثاني المصاحبه اذا يدور معي بد عياني نتاع الصح يرفد عليه وما فايس عياني. الدين اخلاق مبادئ تاعنا تاع الاسلام، كي ترجع المبادئ الاسلاميه نقضوا على هاد الظاهره وهاد الافه، من تما تنجم ديفلوبيو شويه تقدموا. كاش الحوادث هادي يا اخو حد والله يا دي كنصائح اخ، كنصائح يا اخ، كش ما تصرى لك هكذا قدامك انت تنصحو. قال يا اخي كدا ماشي هكذا، يا كاين ناس يتخرج مع مواليها مع والديها هكذا، لازم ننصحوهم يا اخو باش نحيو كاع هاديك هاد لا فاسون هادي لهم يهضروا بها. الحل الوحيد والأوحد هو الإسلام، الإسلام دين شامل وكامل، يعني ومكارم جاء رسول عليه الصلاة والسلام ليكمل مكارم الأخلاق، وأخلاق المجتمع المسلم أو الشاب المسلم أو أخلاق الإسلام عامة تنهى عن مثل هذه الأمور. إذن الإسلام ربما الأئمة في المساجد، ربما المعلمين في المدارس، الآباء يعني عندما كيفاش نقولوا كي كبر وليده يلعب الدور تاعو، يعني كي يربي وليده تربيه اسلاميه محضه، وليده ما راحش يكون ما راحش يخرج من هذا النوع من العباد. وثاني رساله للاولياء، خليوا اولادكم معاكم، يعني مش نقول مني اغلق عليه في الدار، ولكن كي تطلقوا يروح للشارع عارف وين راه يروح، مع من راه ومع من راه يدور. مثلا يعني كي تطلقوا للشارع ما تخليهش برا وحده، دوكا طفل في عمره 15 13 يدخل على 12 تاع الليل صافي با. ثاني الحاجة اللي ثاني نقولها انه المرافق الرياضية ودور الشباب الكشافة هذه تحتضن الشباب، تخليهم في اطار تربوي اطار تعليمي، ما يروحوش للشارع اللي يتعلموا مثل هذه الامور. الحلول يا اخو والله نورمال، شوف اللي يسب يدو الحبس يا اخو يدو الحبس وخلاص، هذه هي كل تطيحه ولا بروسي يا اخو، يطيح بروسي صح يا اخو، يرمي عفسة بروسي باش ما يزيدش يعاودها. لازم واش نقول لك، الولد ملي يكون صغير تعلمه هذه لا يوصل 3 سنين تديه للمسجد يتعلم شويه قران شويه منا، فهمني، يتثقف يرفد الدين يرفد القران، بالقران يقول لك كما يقولوا بالقران شغلت ضميره واللي شغلت يتنور، ومن بعدها من القران واش يولي يدير، يطلع لحاجه اخرى كي يسمع هذيك الحاجه ماشي مليحه كاينه في القران، راك فاهمني، تنهي عن الفحشاء والمنكر. والله يا اخي الحلول هذه تروح ممكن مؤسسات تربويه بحته، ممكن مؤسسات تربويه بحته تعالج الظاهره هذه، ظاهره الاخلاق العاليه والاخلاق الحميده، ولازم نتبعوا اسس الرسول صلى الله عليه وسلم، نقراوا السيره تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، نرجعوا للقران، كي نقراوا القران نعرفوا الاخلاق تاع الدين الحنيف تاعنا واش يقول. نختمها بكلمه قصيره، يقول لك الرجوع الى الاصل فضيله، احنا لازم نرجعوا للاخلاق تاعنا اللي كانوا يمشيوا بها موالينا الله يرحمهم برحمه الله. تحياتنا لكم وسلامنا للشباب، والله يهديكم ويهدينا ان شاء الله. انه الحلول هذه انه الاستاذ خاصه نهضروا على المجال التربيه في التعليم، الاستاذ يولي يحترم روحه يولي هو يمد النصائح كما كانوا الاساتذه الاقدمون، كانوا الاساتذه الاقدمون كان قبل ما يكون استاذ يكون اب وام في المدرسه هذيك، يكون ينصح التلميذ ويربيه قبل ما يعلموا الماده هذيك اللي راه يقري فيها. دركا راه من الاساتذه يدخل يلقي الدرس تاعو على التلميذ هذاك، ما يوري له لا هذيك مليحه لا هذيك ماشي مليحه، ما اسمه ماهوش رايح ينصحو في التربيه ولا الاخلاق. الحلول والله العظيم الحلول راهي عده،
ممكن الانسان في روحه هو الانسان يربي نفسه، كل انسان يراجع نفسه قبل ما نظلموا الناس اللي ولا ما بيش الانسان يراجع نفسه. قال لك كما تكونوا يولى عليكم، انسان يراجع نفسه، يراجع المبادئ تاعو، يراجع الاخلاق، يراجع التربيه. الا كان شيء واحد اخر ننتقلوا للمرحله الثانيه.